هذه الإطلالة لتأجيج الوجدان، احنا محتاجين وجداننا يعمل تاني. احنا كانت مشاكلنا مع الحكام، يعني كنا نقول دايما ايه، اذا اختلف الحكام الشعوب متحابة، استطاع العدو ان يفرق كل شيء وان يفجر فينا الشفونية وحب الذات. حصل ده في الوطن لازم نعترف بيه. عشان كده انا مبهور بكلمات الفنان والشاعر سليم هنا، لانها ما فيهاش مبالغه في التقارب الموجود والاخوه، ولكن هو يتحدث عن الالم والامل. نعم. احنا لازم نعترف ان جوانا الم كبير بين الشعوب والدول العربيه. نعم. حتى تجاه الخارج، حتى تجاه العالم، مش تجاه انفسنا بس. هذا الاوبريت صاحي الشروي جميل، الملحن العبقري اللي انا بحبه شخصيا، انا متاكد انه هيعملوا حاجه تخلينا نتفاعل بجد. يعني انت ما تتصورش وانت صديق وعزيز وعلى التواصل، انا اكثر من سعيد بالعوده التصالح الفلسطيني، هذا الجميل صام الفلسطيني، لانه كان يخجل، كان يخجلنا جميعا، يخجلني قبل ان يخجل الفلسطين. فانا بقول دي بدايه جيده جدا، ودايما اقول ان مشاكل العرب هي مشاكل الفلسطين، لازم ولكن هي ام الحلول. ايوه، ما ولكن هي ام الحلول، لازم نعترف ان قضيتنا القضيه الاولى عند العرب هي القضيه الفلسطينيه، ومن تنازل عن ارضه ومن تنازل عن عرضه فلا حوار معه. احنا محتاجين نرجع تاني علشان ندافع عن قضيه فلسطينيه، مش نتكلم عن اهلي وزمالك او نتكلم عن فتح وحماس، لا، نتكلم عن فلسطين. انا منتظر ومتلهف ان الاوبريت ده يعتبر دستور جديد للحكام قبل الشعوب، ان يصبح هذا الاوبريت هو الدستور الحقيقي للوئام. شعوبنا اللي عانت على مر التاريخ من اجل فلسطين لازم ترجع تاني تحب من اجل فلسطين. دكتور محمد صبحي، برضه دون مقدمات، ليس شكرا وانما انت صاحب واجب، وانا بقول دوما معرفه الكبار هي بحد ذاتها فكره وقيمه وقامه عاليه. مهما حدث في وطننا العربي الغالي من دمار واقتتال وفرقة، فإننا سنبني المستقبل الأفضل، وسنستمر بتعزيز حلم الشعوب العربية بالوحدة والحرية والعدالة حتى يصبح الحلم حقيقة. لن ننسى قضية العرب، كل العرب، فلسطين، التي سنلتقي فيها في حفل فني كبير لنغني لها وللوطن العربي والوحدة العربية التي نصنعها بإرادة الشعوب في 14/12/2017. سنلتقي مع سيدة الأرض في أوبريت شمس العروبة لنغني للأمل.